ينضم إلينا عبر الهاتف من جدة السيد فايز الحمراني محلل الأسواق المالية. أهلا بك معنا أستاذ فايز. كنا مترقبين يكون في تفاعل أكبر اليوم مع قرارات تثبيت أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، لكن اليوم السوق يعني لم يتماسك حتى عند مستوى 7100 نقطة، ما هي الأسباب برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من ناحية القرار الفيدرالي أعتقد أنه كان متوقع أساسا، لأنه يعني لا يعقل أن يكون في رفع متتالي خلال الفترة أو الربع الأول من عام 2017، وهذا كان متوقع. لكن يبدو أن السوق المحفزات الرئيسية اللي كانت موجودة سابقا بدأت تضعف تقل، يبدو أن هناك عملية ترقب فعلا خاصة لقرار أو النتائج المالية الربع الأول، أنها تعتبر الأولى من نوعها بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية. يبدو أنه كثير من الشركات بدأت تستبق الإشكالية اللي ممكن تظهر من تطبيق المعايير، كثير منها أعلنت أنه ممكن تكبد خسائر أو خلينا نقول تراجع في الأرباح خلال الربع الأول، أنه بعضها ذكرت أنه مبالغ وأرقام كبيرة حقيقة، بعضها تجاوز 150 مليون تقريبا من تطبيقها، والعكس صحيح في بعض الشركات الأخرى. يمكن هذا النقطة الرئيسية الأولى. الأمر الآخر أنه الكثير فعلا بدأ يعني لا يفهم آلية السوق بعد تطبيقات الجديدة المعايير الجديدة، حتى في تقييم القطاعات تغييرها بشكل كبير جدا، باستثناء يمكن قطاع المصرفي وقطاع الاتصالات اللي هم والتأمين تحديدا، هم أكثر القطاعات اللي بقاها كما هي كشركات داخل هذا القطاع. نعم، هذا يمكن الرتم الأساسي. الأمر آخر ويمكن أكثر أهمية، جميع المؤشرات التقنية، كنا حتى نتكلم في التكنيكال، وصلت المؤشرات إلى مستويات نقطية وسعرية. المؤشر ما استطاع حقيقة أنه يحقق أداء جيد، على الرغم أنه إحنا نتكلم حتى على المحفزات، النتائج الربع الأول أو النتائج الربع العام 2016 لربما كانت يعني أفضل نوعا ما وفق المعايير والضغوطات الكبيرة والقرارات المتتالية اللي كانت على السوق بشكل عام. حتى النتائج البنكية رغم أنه عند مكررة ربحية تعتبر جيدة نوعا ما. طيب، لكن اليوم أيضا لدينا بعض الأخبار الإيجابية سيد فايز، يعني عملية التصريحات التي تحدث بها وزير المالية أنه الحكومة استطاعت أن توفر قرابة 80 مليار ريال كوفورات من تكلفة المشاريع. يعني برأيك، يعني كان معلن سابقا أنه في إلغاء لعدد من المشاريع قرابة لتريليون ريال، ما المستويات المرتقب أن توفرها الحكومة من إلغاء هذه المشاريع؟ أنا قد أختلف في كلمة توفير، لها معنى كبير حقيقة، لأنه هل توفير هذا فعلا جاب من حس إدارة أو فعلا تحقيق نمو كبير في بعض القطاعات، ولا كان فقط من تخفيضات أو رفع الدعم على الطاقة أو الرسوم اللي كانت فرضتها الحكومة خلال الفترات الماضية؟ لا ننسى طبعا تخفيض الرواتب العلاوات كانت يعني أخذت حيز كبير جدا، يمكن تقريبا حوالي 75 مليار خلال العام الماضي، وممكن تواصل خلال العام المقبل 1438. إذا هذه فكرة التخفيضات، كان هذا التوفير أتى من هذا النوع، فما أعتقد أنه فعلا هو الشيء جذاب. ولكن إذا كان فعلا في نمو، في حركة في الاقتصاد وتحرك كبير، وهذا راح يظهر طبعا في نتائج الشركات وبقائها على السوق. إحنا لا ننسى أن قطاع المقاولات كان تكبد أثر كبير جدا وتأثر بشكل كبير جدا في الربع الثالث وبداية الربع الرابع من العام الماضي، ولولا فعلا ضخ تقريبا 100 مليار في القطاع الخاص، قد يكون فعلا كان الأثر سلبي جدا حتى على قطاع المصارف. طيب، ولكن إجمالا العوام المقبلة هي راح تحدد فعلا بقاء سعر النفط في مستوياتها الجيدة، راح يواصل ويأتي دعم نوعا ما حتى انتهاء برنامج 2020، هو الانتهاء من فكرة إبقاء النفط هو اللاعب الأساسي في نمو الاقتصاد السعودي. نعم، ولكن بقاء النفط في مستويات 55 دولار إلى 60 دولار راح يأتي دفع أكبر للقطاع الحكومي أو الدولة أنها تواصل عملية الإنفاق الحكومي. طيب، القطاع المصرفي، لأنه أيضا عم يتحدثوا عن يعني ارتفاع قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بقرابة 3% سيد فايز، مع إلغاء هذه النوعية من المشاريع يعني من قبل الحكومة، إلى أي مدى سيكون تعزيز هذه القروض للقطاع الخاص على الأقل حتى الربع الأول من 2017؟ كلام جدا رائع. احنا يعني انا يعني ذكرت في بداية الأمر انه دفع 100 مليار وضخها لقطاع القطاع الخاص تحديدا المقاولات، اعطى مساحة كبيرة في المحفظة الإقراضية انها تتجه
الى اعاده التمويل لبعض الشركات. هذا واضح تماما انه فعلا في اعاده تمويل كثير من الشركات بمبالغ كبيره جدا، قد تاخذ حيز كبير حقيقه من 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 المشاريع اللي هي اساسا جالسه تطبقها الان. لكن يبقى الحقيقه النظر الاكبر في قطاع مهم هو قطاع المقاولات. هل تعود الثقه مره اخرى لهذا القطاع؟ لانه هو قطاع حيوي اللي ممكن يحرك فعلا دفه الاقتصاد السعودي خلال الفتره المقبله. بقاء القطاع دون تركيز ودون ضمانات حقيقيه قد يؤثر خلال الفتره المقبله. أشكر وجودك سيد فايز الحمراني محلل الأسواق المالية، كنت معي عبر الهاتف من جدة.